اتجهت السيدة زينب عليها السلام نحو رأس أخيها أبا عبد الله الحسين وقالت: التراب التراب مغير بلونك يا شيل، الصوت اللي يلوي متني يشله، الهضمني من شفت راسك يشيل الرمح وعيونك اندارا علي، تراب الهيجت الخيل لون انطبع بالشيلة، ولا حسبت راسك يوم خنجرهم يناغيله. الصوت الصوت اللي يرفع ويطيح متن زينب يتشيله، هاي حسين متوني ودمك، هاي حسين متوني ودمك، صار النفس اللون حسين متوني ودمك. لا تنزل لا تنزل يا دم الراس الرمح ما قمت عرفنه، ودمك صابغ بطوله مثل ما تصبغ الحنه، الرمح من كربلاء للشام على راسه شايل الجنه، هها والرمح براسك نايم، هها والرمح براسك نايم، من الطفل الشام الرمح براسك نايم. بدا يكف بالزلم كفه تردن ويصيح، لخلي روسكم تتقلب ويا الريح، اكلف زلمة بيهم من قرب عباس مثل طيح الدلو على القاع ظل يطيح، هها والروس الخيمة زينب، هها والروس الخيمة زينب، هها والروس الخيمة زينب، هها والروس الخيمة زينب، توصل خلاها الروس الخيمة زينب.